2016 ما سابنيش والله ما سابني الله هو محسن على الجيك محسن على الجيك ساعه الانت في المستشفى النهارده في العياده المركزه حتى مش قادر يوصل صاحب الاصل بكلمه امبارح ردت على اسمي البنت قالت لي في العياده المركزه ولو عارف نفسه في المستشفى قبل ما يصحى ومتوفي النهارده سمير في نفس يوم وفاة صاحبه الانتيم سمير غانم يعني متوفي امبارح في نفس يوم وفاة سمير غانم سبحان الله الناس دي والله لن تكرر والله لن تكرر